الشرب الأزي أنت بتقارن ميديغولية لهالسفينة اللي كلنا فيها، فيك تخبرنا عنها شوي؟ أنا بس أجي على ميديغولية دائما بقول إحنا بدرساتي خريب هالبنت يلي بيها كان بحال ولولا مرة تقول إنه أنت بتبرم بكل هالبلدان ولا مرة بتخدي معها، إلى حين إنه مرة قرر إنه ياخدها راح على عرض البحر، بس وصلنا هون طلع عاصفة قوية كثير وهون بلشت العاصفة تقوى أكثر وأكثر، إلى حين إنه مرق بحار حد منها وقال لها إنه بعدك نايمة رح تغرق السفينة. طلعت فيه هيك بنت وعية من النوم، قالت له بعده والدي هو عم يعني بيقود السفينة، قال لنا يعني هو عم يسوق السفينة، قال لنا نعم، قال بتأرجع نام طمن بالي. هذا الشيء اللي بدنا نقول إنه إذا ربنا عم يقود سفينة بحياتنا نحن مطمنين بالنا وماشيين نحو الملكوت، بس وقت اللي نحن ما بيكون ربنا هو اللي عم بيقول هالسفينة بتكون لذاتنا، بتكون الجاه، بتكون العظمة، بتكون الفراغ، بتكون الانشقاقات والخلافات بين الناس. من يقود سفينة حياتي؟ هذا السؤال الكبير اللي بنسأله بميديغولية. بعد شغلة ميديغولية ليه بتضوي على كل شيء عنا العذراء مثل هيدي الشمعة خبرتنا عنها؟ ميديغولية بتضوي لأنه بيبقى الإنسان عايش بظلمة وبيجي لهون فجأة بشع نور بقلبه بيبين كل الماضي، كل الصفحات الثقيلة من حياته، كل هالزوايا المخفية، الخطايا اللي ما عاش عشان بتلاقيها كلها ضوت. لأنه مثل ما بيقول أحد الكهنة بميديغولية إنه بيجي كلنا سوا قلبنا مظلم، العذراء عندها شمعة صغيرة بتعطيها لكل واحد وبهون بتضويها، وساعتها نشوف كل الماضينا وكل حياتنا على ضوء النور اللي ربنا بيحطه بقلبنا بواسطة العذراء. آمين. نفسي لك انت كثير حلو.